طب احنا عايزين نتكلم في الموضوع ده الحقيقه، لان هو بيهمنا دلوقتي. مفيش حد دلوقتي بيقدر ان هو يستغنى عن هذه المواقع بشكل عام، وتحديدا الفيسبوك، خاصه عندنا احنا في مصر بيبقى ليه شعبيه كبيره جدا في المستخدمين. مهندس اشرف صلاح الدين، مستشار التحول الرقمي والابتكار، معانا دلوقتي على التليفون. تحياتي لحضرتك يا فندم واهلا بيك. اهلا وسهلا بحضرتك استاذه المشاهدين. جدل كبير حوالين هذا الموضوع، يعني ايه اسبابه؟ هل في تفسير تكنولوجي تحديدا من حضرتك يعني حوالين النقطه دي؟ هو الصوت مش واضح. مهندس اشرف، طيب يعني هنحاول ان احنا ندخله تاني معانا عشان يعني نتكلم النقطة دي تحديدا. وهو مشكورا طبعا مهندس أشرف، يعني بيبقى ليه خبرة كبيرة جدا وواسعة جدا في مواقع السوشيال ميديا. مهندس أشرف حضرتك معايا دلوقتي؟ أيوة تمام. صوت طيب. واضح كده؟ آه تمام. ممكن بقى نفكر في فكرة الأسباب، يعني ليه دلوقتي تحديدا ممكن فيسبوك تفكر إنها تغير اسمها، لو كان حقيقة، خاصة إن هي لا نفت ولا أكدت. تمام. هو شركة فيسبوك ابتدت الأول كشركة فيسبوك اللي هي خاصة بالمواقع التواصل الاجتماعي، بعد كده ابتدت توسع نشاطها، استحوذت على انستجرام، استحوذت على واتساب، فبقت مجموعة شركات كلها حتى هذه اللحظة تحت مسمى أو تحت اسم فيسبوك. تمام. حسب ما أعلنت الشركة من فترة الحقيقة إن على لسان مؤسسها ان هي هتتوجه لتقنيه هتعمل اعاده بناء الهويه المؤسسيه بالكامل عشان تدعم الفتره المقبله، هو ما يسمى بالميتافيرس. الميتافيرس ده يعني ده المستقبل بتاع التسوق الالكتروني وكل حاجه خلال 5 سنين اللي جايين. واعلن مارك زوكربيرج ان كل جهود الشركه هتتوجه لهذا المجال. يعني ايه ميتافيرس عشان نبسطها للساده المشاهدين؟ حضرتك انا مش هو دمج الواقع الافتراضي مع الواقع الفعلي بتاعنا. بمعنى انا شغال في شركه، ممكن اكون موجود في مصر هنا، مستخدم ادوات اللي هي الفيرتشوال رياليتي والاوجمانتد رياليتي، الواقع الافتراضي والواقع المعزز، اكون قاعد في اجتماع مع موظفين موجودين حوالين ترابيزه اجتماع، كل واحد في مكان في العالم، بنشارك ادوات معينه او وسائل معينه ونتناقش فيها بالكامل، وده هينعكس على كل التجاره الالكترونيه. ممكن في موقع معين او في الواقع الافتراضي، انا مثلا لو عايز اشتري موبايل ابقى لابس الخوذه او النظاره بتاعت الواقع الافتراضي، وبيخشوا معايا كل اللي هم بيبيعوا الاجهزه المحمول او التليفونات، اشوفها واغير في الالوان بتاعتها واتفرج عليها كاني بالظبط في المعرض اللي بشتري منه انا مندوب. وده المستقبل. خلال 5 سنين خلاص فيسبوك شغاله على الموضوع ده عشان طيب هو ايه علاقته بتغيير الاسم؟ علاقته بتغيير الاسم ان بعد الفضايح الكثيره اللي حصلت لفيسبوك قبل كده، وكلمه فيسبوك لا تتمشى مع اللي هو الكونسبت الجديد ونشاط الشركه الجديد وكده، فعايزه تفصله عنها بحيث لو صدرت اي قضايا على شركه فيسبوك ما تاثرش على الانشطه الثانيه اللي هي المستقبليه اللي بتستثمر فيها وبتعملها. حتى يمكن شركه فيسبوك اعلنت ان هي بتغازل اوروبا، عايزه تعين 10,000 مطور ومبدع ومبرمج عشان يشتغلوا على موضوع الميتافيزكس، بعد ما ابتدت اوروبا اتهامات للفيسبوك ان هو بيحتكر سوق الاعلانات على الانترنت والسوشيال ميديا بالكامل في السوق الاوروبي. يعني ده ليه بعد اقتصادي بحت، يعني زي كده ما فهمت من كلام حضرتك؟ طبعا اكيد. يعني وعشان برضو زي ما قلت لحضرتك في البدايه ان هو يفصله عن فيسبوك اللي هو في ذهن الناس تواصل اجتماعي بس، لا، التواصل الاجتماعي ده هيبقى حاجه احد الانشطه، لكن في مظله كبيره ثانيه تحت اللي هي ايه؟ الميتافيرس اللي شغاله عليه، اللي هو مستقبل شغاله فيه. يمكن برضه شركه فيسبوك تعاقدت مع احد شركات انتاج النظارات العالميه ان هي انتجت فعلا نظاره لهذا الموضوع، ممكن واحد هو لابسها وماشي في الشارع يصور لايف ويبعتها على الواقع الافتراضي ويقدر يغير من النظاره نفسها اللي هو لابسها. طب ما في سؤال دلوقتي مهندس اشرف، يعني اكيد اي حد بيسمعنا بيقول لك طيب انا هتاثر ازاي بالموضوع ده لو حصل على ارض الواقع كمستخدم للفيسبوك؟ كمستخدم للفيسبوك مفيش تاثير مباشر عليا، الا اذا لو ربطها بقى باللي هي الميتافيرس. هو يمكن ياثر على المعلنين والشركات اللي هي ليها تعاقدات في الاعلانات وكده، لو هم هيغيروا سياسه الاعلانات، هي سياسه التسويق الالكتروني، فدي طبعا هتاثر على الشركات اللي بتعلن والشركات اللي هو شغاله في مجال الاعلانات الرقميه والبيع، هتاثر سلبيا طبعا. طبعا.
أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا مهندس أشرف صلاح الدين، مستشار التحول الرقمي والابتكار، يعني على توضيح هذه النقطة طبعا اللي بتهم ناس كتيرة جدا ومستخدمين كتار جدا عندنا هنا في مصر تحديدا، لأن الفيسبوك بيبقى ليه رواج أكبر وإقبال أكبر عن أي يعني أي موقع تاني على مواقع التواصل الاجتماعي.